واحنا جايين نهني حضراتكم بالعيد، الواحد ربما بيستعيد ذكريات الطفولة كده، افتكر لما كان ياخد العيديات انا بدأت بخمسة ساخ، يعني 5% من الجنيه للشباب اللي بيشوفوني دلوقتي فما يعرفوش هي الخمس قروش يعني، وما يعرفش الجنيه أساسا يعني، بدأت بخمسة. وفاكر سنة 79 جمعت عيديات عملت 5 جنيه. عايز أقول لكم أنا مشيت في مدينتي من بيتي مثلا لمدة 3 ساعات عندي إحساس أن أنا بيل جيتس يعني، وأن أنا رايح أشتري العالم بال5 جنيه دي. 5 جنيه تخيل، اللي انت طبعا النهارده لو اديت 50 جنيه لطفل هيقول لك كلام مش حلو يعني، او هتشوف نظرات مش حلو. لكن علينا في الاخر ان احنا نحتفل بالعيد يعني، ونزقطط ونفرح وننبسط، والسعاده والفرحه مش فلوس كلها يعني، يعني بمعنى لو احنا اتلمينا مع بعض الاسره بس مش العيله مش اخواتنا وحبايبنا علشان كورونا، والدنيا مشيت كده وشغلنا فيلم مسلسل اي حاجه انتوا عايزينها، وقعدنا مع بعض الاربع افراد اسره او الخمسه حسب معلوماتي طبعا مش عايز اقول 10 يعني، اعتقد هنقضي يومين كويسين. لكن لا انصح بالسفر في العيد بسبب ظروف الكورونا، ولو اضطرتك الظروف ان انت تسافر وعايز تغير جو وده حقك، تروح ساحل تروح سخنه، عليك بس تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بلاش تدخل أماكن مغلقة فيها ناس كتيرة قوي، لأن كورونا زي ما أنت عارف ربنا يعافي الجميع اليومين دول شد حيلة علينا شوية تقريبا كده متضايقة مننا يعني، فاحنا عايزين الدنيا تبقى أهدى وأبسط. وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يمتعكم بالصحة والسعادة والستر وراحة البال يعني. هتيجي تقول لي فين الفلوس يا خير؟ يا عم هو انت هتاخد من جيب ابويا؟ يلا ربنا يرزقك بالفلوس اللي انت عاوزها، بس يرزقك معاها بالرضا وبالصحة وبالستر، فلوس من غير صحة ما تسويش حاجة. لكن عايز اقول لك فلكيا بيقولوا ان يوم الخميس القادم بإذن الله فلكيا هيبقى العيد ان شاء الله، يعني ينتهي رمضان ان شاء الله يوم الاربعاء يبدأ العيد يوم الخميس فلكيا، وعادة يعني الفلك متقارب جدا مع الرؤية الشرعية. صلاة العيد هتبقى الساعة 5:28 صباحا، يعني 5 صباحا و28 دقيقة. طبعا هيبقى في توصية وحاجات بان خطبة العيد والكلام ده، يعني الدنيا كلها تخلص بسرعة. مش عارف هنصحكم بايه في صلاة العيد يعني، بس هقول لك جملة ان صلاة العيد سنة ويجوز انك تصليها في البيت يعني، هي مش فرض يعني، بس خايف في التجمعات. انا عارف هو طقس جميل رائع، لكن ايه اللي هو النزول وبتبقى سهران طول الليل انت واولادك وتصلي الفجر وبعديها نازل واخدهم في العيد والكلام ده، لكن يعني يا ريت الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، حتى لو هنصليها في الحاره بتاعتنا او الشارع بتاعنا، لان الاصل فيها انك بتصلي في الخلاء يعني مش جوه المسجد يعني، فيا ريت ما نتكربسي. عايز اقول لك انا حاطط ايدي على قلبي بكلمك بمنتهى الصراحه بعد العوده من اجازه العيد، هقول لك ليه؟ لان في الاجازه اللي فاتت بتاعت شم النسيم اللي احنا خدنا فيها 5 ايام ودخلنا على اجازه العيد اهي وضربين فيها يومين مع ال3 ايام، فدي كلها فرصه للتجمعات. انا كل ما بلاقي اجازات هتسمح لينا كلنا ان احنا نتجمع بحط ايدي على قلبي، لكن يا رب استمتعوا، لكن خلوا بالكم من صحتكم، مفيش اغلى منها صدقني.